بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية ميغان 2 عام 2004. هدية فيهم الميغانات هذول خرجوا في 2004، فيهم موتور 1.9 دي سي اللي هو 6 غيارات 6 فيتاس، يعني هذوما خرجوا في يعني سبيسيال مع مقصة مع السنيك ومع هذه تسمى 2004 تسمى ميغان 1 سيري 1، يعني هي نفسها ميغان الأولى. خرجوا فيه المحرك هذا المحرك طبعا ما عاش فيه فسد ولا ياكل زيت باش نغيروه له. المحرك هذا اسمه اف نف، يعني اف 9 هذاك هو، ما فيش حرف اخر، حرفين فقط اف نف اللي هو هذا اللي باش نركبوه له.